تلعبها باسلوب قصير اتجاه فيصل ابراهيم بقى كسكوره فيصل ابراهيم والهدف الثاني الهدف الثاني بدران 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 الشدران بدران الشدران يهرب الهدف الثاني للمنتخب الاردني بدران 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 الشدران باسلوب فني جميل يهرب الهدف الثاني للاردن في الدقيقه السادسه من احد القدم اليمنى داخل الشباك وردة فعل وفرحة كرة ملعوبة وترتد الكرة والهدف الثالث الهدف الثالث اول بالشوط الاول واثنين وثلاثه بالشوط الثاني والاردن ثلاثه العراق لا شيء نتيجه تاريخيه لن تنسى شاهد بالعرض البسيط راضي بالخطا في سقف الشبكه في سقف الشبكه لزقت 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 ثلاثه اهداف للمنتخب الاردني مقابل لا شيء وفرحه ولا اجمل هذه الفرحه رأفت وعلى طول بشار بن ياسين بشار بن ياسين بشار مرفوع داوود جول جول بدران السدران الهدف الرابع يا الله من احداث الشوط الثاني يسجل بدران السدران على الطاير وفرحه تعم المدرجات حضور حوالي 25,000 متمرن يتابعوا المباراة اليوم أربع أهداف للمرمى العراقي لبناء هذا المنتخب وكرة مرتين داخل منطقة الجزاء الأردنية وكرة وهدف وهدف هدف لمصلحة المنتخب الأردني عن طريق اللاعب حسام فوزي ليكون له الهدف الخامس في هذه البطولة. حكينا قبل شوي انه يجب التركيز والتنوع ما بين التوازن بين الدفاع والهجوم وان لا نخاطر في مثل هذا الارتداد امام الهجوم الكاسح للمنتخب العراقي في هذه اللحظات. ومرة ثانية المنتخب العراقي يشن هجمة وفي هناك محاولة وصافرة وضرب الجزاء ضرب الجزاء لمصلحة المنتخب العراقي وحسام وهدف الهدف الثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 30 في النصف الساعة الأولى من مجريات الشوط الثاني من هذه المباراة. حسام فوزي 6 أهداف حتى الآن في البطولة. عندنا الدربكة وكرة مقطوعة وهدف. يا مش معقول مش معقول يا شباب مش معقول والله مش معقول. تراجع تراجع رهيب يعني بجوز يمكن فرحة الأربعة أهداف يعني خلتنا في هذا إذا حيدر محمود بحصل الهدف الثالث 3 أهداف للمنتخب العراقي 4 أهداف للمنتخب الأردني ومش معقول هذا التراجع اللي نبهنا عليه من الأول. شوف العرض البسيط 3 أهداف هدف بسيط والكرة مرة ثانية حسام فوزي حسام فوزي لازم ننهي يا شباب قبل التسديد المباشر واشوف داخل منطقة الجزاء داخل شوف شوف تمريرات ناجحة للمنتخب العراقي والمنتخب الأردني معكوسة داخل منطقة الجزاء وحيدر بيصلحها والهدف الرابع الهدف الرابع للمنتخب العراقي الشقيق. مش معقول اللي صار مش معقول اللي صار أبدا ولا يمكن ان تصدق في حال من الاحوال وكرة القدم ما فيها شيء مستحيل. وشوف التسديد شفنا التمريرات وايضا رزاق فرحان بحصل الهدف الرابع ليتعادل المنتخبان بنتيجة 4 أهداف مقابل 4 أهداف
خطورة واضحة، تراجع في صفوف المنتخب العراقي، المنتخب الأردني لا مثيل له وغير متوقع أبدا أمام الصحوة العراقية التي بدأت تقريبا من الدقيقة 25 من أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. في الأمام، وهكذا أيها الأعزاء يعلن الحكم الدولي المصري جمال الغندور عن نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 4-4. شيء لا يصدق وأمر مذهل. محمد أبو داود، الركلة الأولى للمنتخب العراقي، راضي شنيشل كابتن المنتخب العراقي، راضي وصد. تلمس يد أبو داود، ولكن هناك كانت الركلة قوية وسكنت الشباك والزاوية اليمين. عبد الله هدف، وهدف للمنتخب الأردني. محمد أبو داود، حسام فوزي، محمد وحسام فوزي، محمد الله، أول تنفيذ لحسام فوزي، أول ركلة وتنفيذ فاشل، وأيضا تصطدم أيضا في القائم الأيسر وتروح أول ضربة فاشلة. حسوني ولع يا حسوني، هدف كان ممكن يكون لو كانت يعني أقوى. شوف بنفس الزاوية، ورياض مزهر، رياض وبرة، والكرة برة أيضا. قائم بقائم، وهدف لهدف للمنتخب العراقي من ثلاث ركلات، هدف للمنتخب الأردني من ركلتين، وهذا بدران الشقرة هاشم خميس، وبدران وهدف بدران الشقرة. إذا هناك ركلتين، ثلاث ركلات، هدفين للمنتخب الأردني، ثلاث ركلات للمنتخب العراقي، وهدف. عباس رحيم ومحمد أبو داود، وبرا يا أولاد، ارتدت الروح للجسد. شوف عباس رحيم، إذا هدف مقابل أربع ركلات. القائم يصد ثلاث ركلات، وإذا حصلنا هذه الضربة بنقول مبروك لك. سفيان.